بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله هنحكي على ثاني موضوع أو ثاني ديزيز في سلسلة الأوتو أميون ديزيزز. اليوم بإذن الله هنناقش موضوع روماتويد أرثرايتس. في المحاضرة السابقة أو في الفيديو السابق خذينا مقدمة على الأوتو أميون ديزيز وخذينا قاعدة ثابتة، قلنا أي ديزيز ممكن يواجهني في سلسلة الأوتو أميون ديزيزز حتكون القاعدة هذه ثابتة، واللي ذكرناها نحن في الأربع حاجات إن عادة affects الايج ما بين 20 و 40، ديما حتكون more common in female، اغلب الاوتوامين ديزيز associated with other autoimmune disease. وقلنا النقطة الرابعة ان الكوزز عادة يكون genetic او environmental causes، وخذينا الميكانيزم نتاع الام اتش سي واللوست اوف توليرانس، قلنا هذه ميكانيزم ثابتة في اي autoimmune disease تكون الميكانيزم هذه هي السبب الرئيسي في ان الانتي بوديز بدل ما يهاجمن الخلايا النون سيلف قاعدين يهاجمن في الخلايا سيلف. تمام، وحكينا المحاضره السابقه على الاس ال اي وهذا يعتبر اول ديزيز عندي في الاوتو اميون. اليوم ننتقل لموضوع ثاني او ديزيز اخر اسمه الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس يعتبر فيري كومن ديزيز وفي نفس الوقت فيري امبورتنت، يعني انت بعدين في حياتك المستقبليه وحياتك المهنيه في المستشفى حتلقى حالات واجد جنك من روماتويد أرثرايتس اللي هو مشهور نحن بالعامية اللي يقولك أنا عندي روماتيزم. به كالعادة قبل ما ناخده أي موضوع ديما نديره في تحليل الاسم، ناخده الاسم اللي قدامي ونحللوه، لأن أي موضوع أنت ممكن يواجهك في الدنيا هذه ديما الاسم هو اللي يحيلك بالشيء اللي بيتحدث عليه الموضوع. بعد أنا نجي نقول لك يا دكتور اليوم نبي نناقشوا حاجة اسمها الروماتويد أرثرايتس، نقولك أنا أنت تو ما عندكش أي معلومة عليه، بنقولك شن معنى كلمة أرثرايتس وشن معنى كلمة الروماتويد، شن معنى كلمة أرثرايتس وشن معنى كلمة روماتويد. بتقولي والله الأرثرايتس مر عليا من قبل، كلمة أرثرايتس معناها inflammation in the joint. كلمة روماتويد جاية من مصطلح اسمه روماتيزم. ومصطلح الروماتيزم هذا كلكم سمعين به، ديما بعد تسمع كلمة روماتيزم عرفها ان indicate to musculoskeletal illness. بعد تسمع كلمة روماتيزم معناها indicate to musculoskeletal illness، معناها انا تو من الاسم مازلنا ما خذيناش اي تفاصيل، نحن من الاسم اللي قدامي عرفت الوجهة متاع الديزيز هذا وين ماشي، معناها تبي تضرب جوينتس، تبي تضرب بون، تبي تضرب ماسلز، صح ولا لا؟ به بما ان انا جبت سيرة الجوينت خلينا ناخذ شوية اناتومي على الجوينت. انا اي جوينت عندي في البادي متاعي، وهذه بون وهذه بون، التقاء two bones أو أكثر نسموه فيه joint. الجوينت من جوا هنلاقيه يتكون من cartilage، هذا اسمه cartilage. هنلاقيه متغطي من برا fibrous tissues أو fibrous bands نسموه فيه fibrous كابسول. تمام، ومبطن من الداخل ب synovial membrane. synovial synovial membrane شنو وظيفة الممبرين هذا؟ يصنع لي حاجة اسمها سينوفيا،
أصلا يوفي فلويد داخل space of the joint اللي هو مسؤول طبعا على الابريكيشن. تمام، به هذا اناتومي باختصار تاعت الجوينتس. بما ان الروماتويد ارثرايتس يعتبر اوتو اميون ديزيز، معناها ان سبب المشكله او سبب العله بتكون انتي بودز خارجه عن السيطره، قاعده تتهاجم في الجوينتس والدليل في مشاكل. معناها الانتي بودز بتاعت الروماتويد ارثرايتس شن بيهاجمن؟ بيهاجمن الكونتنت اوف ذا جوينت، بيهاجمن السينوفيال ميمبرين، بيدمرن للية، بيهاجمن الفايبرس كابسول بتاع الجوينت، بيدمرن للية، بيهاجمن الكارتلج، بيدمرن. بالتالي هذين كلهم يؤدن الى الديستراكشن في الجوينت. تمام، به يجي واحد منكم يقول لي تمام يا دكتور، معناها الروماتويد ارثرايتس مشاكل في الجوينتس بس، صح ولا لا؟ يعني هو اسمه ارثرايتس معناها مشاكل بيكون في الجوينتس بس، مش حيضرب اي اورجان اخرى، مش كيف الاس ال اي. تو الاس ال اي قلنا مالتي سيستميك، صح ولا لا؟ بنقول لك لا هو صح، معك حق، انت تفكيرك صح، مادام انت هو اسمه ارثرايتس معناه انت يجي في بالك انه بيضرب جوينتس بس. بنقول لك لا، الروماتويد ارثرايتس mainly affects joints، mainly حيضرب الجوينتس، لكن can be affect other organs. فأنا بتقولي بيه ليش سموه أرثرايتس بيه مدام هو يضرب في حتى الأذر أورغانز؟ بنقولك لأن 70-75% من أعراض روماتويد أرثرايتس أو من الجهة اللي يضرب فيها الروماتويد أرثرايتس حتكون جوينتس. 70-80% أو 75% الروماتويد أرثرايتس حيكون أفكت الجوينتس، لكن يقدر يضرب أي أورغان آخر. معناها شنو؟ إن أشخاص روماتيزم اللي يجوك في المستشفى وهم عندهم روماتويد أرثرايتس 100% حيكون عنده مشاكل في الجوينتس. بعدين انت جيت تكشف عليه 100% حتكون، مش 100%، 1000% حيكون عنده مشاكل في الجوينتس، لكن ممكن تلقى عنده مشاكل في الهارت، في البلاد فيسلز، في الاذر اورجانز. لكن مستحيل يجيك جماعه روماتويد ارثرايتس بمشاكل في الاذر اورجانز والجوينتس مش مضروبات. فهذا هو ليش سموه هو ارثرايتس، لان ميلي الافكت حيكون في الجوينتس، لكن في نفس الوقت كان بي افكت اذر اورجانز. لان احنا قلنا كلمة روماتيزم انديكيت الماسكولوسكيليتال إلنس، تمام، فممكن يضرب الجوينتس، يضرب سكن، يضرب البون، يضرب سكيليتال ماسل. تمام، به نتفقوا على قاعدة أخرى. قلنا نحن الأنتي بادز أو أي أوتو أميون ديزيز بعد بيجني هجمة ميكان دغري بيجرم فيه انفلاميشن. صح ولا لا؟ معناها انا بعد نخشوا في الاذر اورجانز يضرب فيهن روماتويد ارثرايت، بعد نقول لك الانتي بودي بيضرب الاورجان الفلاني بتقولي بيضرب فيه انفلاميشن، بيضرب الاورجان الفلاني بيضرب فيه انفلاميشن، وهكذا. تمام، به خلينا تو نخشوا في الكوزس، شنو هن اسباب الروماتيزم. بعد انا بجي نقول لك الكوزس، انت دغري بتقولي رقم 4 قدامي، نقول لك انا شنو رقم 4 يدل على شنو. بتقولي في قاعده اساسيه خذيناها في الاوتو ايمين ديزيز، اللي هن قلنا الايج ديما من 20 ل 40، وقلنا مور كومن في الفيميل، وديما اسوشيت مع الاذر اوتو ايمين ديزيز. والقاعده الرابعه اللي خذيناها الاساسيه ان اي اوتو ايمين ديزيز كان بي جينيتك كوز او انفايرمنتال كوزز، صح ولا لا؟ طبعا القاعده هذه ثابته، لكن في بعض الاكسبشنز، في بعض الديزيز لا يضرب فوق الأربعين سنة، لكن حنقول لكم عليه شنو هن. تمام، ما دام انا ذكرت لك القاعدة الرابعة هذه، الأربع قواعد، القاعدة الرابعة شنو؟ القاعدة الرابعة اللي خذيناها في الأوتو أميون ديزيز، إن أي أوتو أميون ديزيز ممكن يكون الكوزز ممكن تكون جينيتك كوزز، وممكن يكون انفايرمنتال.
تمام. الجينيتك خلاص عرفنا شنو هي قصة الجينيتك هذه، تمام. لكن خلاص جيناتك معناها مشكلة في الـ MHC أو الهلا جين. جماعة روماتويد ديما ديما جماعة روماتويد تلقاهم associated with الهلا DR4، هلا DR4 في الـ SLE associated مع شنو؟ مع الهلا DR2 وهلا DR3. روماتويد اسوشيتد مع الهاله دي ار 4، تمام. طبعا هذين تبي تحفظون لان هذين محط ام سي كيو، تمام. تو الديزيز اللي بعد الروماتويد هو التشوغرن ديزيز، تلقاه ديما اسوشيتد مع الهاله دي ار 4 و5. فهذا ليش تو تلقى التشوغرن مشترك مع الروماتويد في الهاله دي ار 4. تو التشوغرن اللي هو الديزيز اللي بعد الروماتويد تلقاه هاله دي ار 4 و5 وروماتويد 4، فهنا اثنين مشتركات شنو في 4، هذا في 4 هذا في 4، صح ولا لا؟ والاس ال اي طبعا في دي ار 2 ودي ار 3. هذا ليش قلت لك انا اغلب الاوتو امين ديزيز ديما اسوشيتد مع الاذر اوتو امين ديزيز؟ لان ديما تلقى الكاجيناتك مشتركات مع بعضها، فالشخص لو جاه اي ديزيز فمن المتوقع انه ممكن يجيه اي ديزيز اخر. هذا لو كان الكوز جيناتك. لو كان environmental عادة حيكون due to infection، في الغالب ان يكون المشكلة due to infection، ممكن بكتيريا ممكن فيروس. فمثلا على سبيل المثال ممكن epstein-barr virus، ممكن البارفو فيروس، ممكن بكتيريا كيف الميكوبلازما مايكوبكتيريا، تمام. هذين يخشن للصل ويدير فيها مشاكل، يغير في البطاقة التعريفية نتاع السيلز، بالتالي ينشأ abnormal antibodies يبدأ يهاجم في السيلز هذينا ويخشش في مشاكل ونسمو فيها هذه autoimmune disease. هذه قاعدة ثابتة. بيه يا دكتور قول لي الميكانيزم أو الباثوجينيسيس أو الميكانيزم أو روماتويد أرثرايتس، بيه كيف تصير بالضبط؟ نفس الفكرة، خلونا نرسم خلية، هذه السل متاعي وهذه النوكليوس، تمام. وبرا عندي الـ MHC هي بطاقة التعريف متاع الخلية. به لو تعرضت الخلية للإنفكشن، infection اللي هو يعتبر environmental factor، في بعض الأشخاص بعد يتعرضوا للإنفكشن، الإنفكشن هذا أو البكتيريا أو الفيروس تدخل الخلية تبدأ تهاجم في النوكليوس. بعد تهاجم في النوكليوس تهاجم مرات الجينز اللي هن مسؤولة على الإكسبريشن أوف MHC اللي هو موجودات على الكروموزوم رقم 6، بالتالي هيبدأ ينشأ عندي هنا abnormal MHC. الابنورمال MHC هذا حيقابل من هنا انتيبادز، حيحقنا يقول هذا راهو مش الام اتش سي متاعنا، هذا واحد جديد، فجي دغري الانتيبادي تهاجم الخليه ودير لي فيها مشاكل. وقلنا ديما اي انتيبادي بعد يهاجم السل حيؤدي الى انفلاميشن، قاعدة ثابتة شرحناها في أول محاضرة في الأوتو أمين ديزيز وامشي بها. طبعا هي كديتيلز كيف تصير بالضبط حنقول الكم أنا توه بسرعة، لكن نبيك تسمعها في هالدقيقة أو الثواني ذينا وتنساها بعد، لأنك أنت مش هتسأل عليها أبدا في الامتحان، يعني تعتبر بوست جرادويت. توه الـ MHC، نحن الـ MHC مش قلنا هي عبارة عن بروتين؟ البروتين عبارة عن أمينو أسيد. كيف الانفكشن، بما انت جيك حد مرات انت تسال تقول لي كيف الانفكشن نغير، كيف حول لي الام اتش سي الى ابنورمال ام اتش سي؟ لو نفرض ان قلنا نحن الام اتش سي هي عباره عن بروتين، هذين امينو اسيدز بتاعت الام اتش سي، تمام. في واحد
بالامينو اسيد اسمه الارجينين. اسمه الارجينين، عارفينه صح ولا لا؟ انفكشن بعد يجي يدخل الخليه يدير عمليه استبدال الارجينين، يحول الارجينين يحول لي متسلسل هنا ويحط مكانه امينو اسيد واحد اخر. شنو اسم الامينو اسيد؟ اسمه السترولين. اسمه السترولين، سترولين. العمليه هذه شنو سميناها؟ سميناها ست رو سترو لاينيزيشن. تمام، السترو لينيشن، عمليه السترو لينيشن معناها استبدال الارجينين بالسترو لين، سميناها سترو لينيشن، سترو لينيشن. بعد انت استبدلت التغيير في التسلسل نتاع الامينو اسيد، معناها هنا بينشا انا ان التغيير في تركيبه الام اتش سي، بالتالي حتحول الام اتش سي من اب من نورمال الى اب نورمال، الى شكل غريب غير مألوف، فيبدا البادي يهاجم فيه ويدير لي انفلاميشن في اي مكان يهاجمه لي. تمام، فهمتوا المعلومه هذه؟ انسوها. تمام، به معناها بعدين نجي نقول لك ان الانتي بوديز بعد يهاجم في السيلز، هنا حنحصر بين عادة articular cells، articular cells لأن السيلز يحتوي على كمية كولاجين كبيرة. السيلز يدخل في تركيب الليجامنتس، تركيب الجوينتس، كيف مثلا الجوينتس، كيف مثلا skin bone skeletal muscles blood vessels الهارت، لأن يحتوي على muscle fibers. فهنا أنت تجد تعرف تو أن الروماتيزم أو الروماتويد أرثرايتس ممكن يضرب الجوينتس، وممكن يضرب اي خلايا مشتركه في نفس التركيبه اللي هي تحتوي على نسبه كولاجين عاليه. تمام، فبعد يهاجم الانتي بوديز حيبدا يدير لي في انفلاميشن، يبدا يدير في الساينوس سيمتومز والاعراض بتاعت روماتويد ارثرايتس. تمام، بعد حكينا على الكوزز اوف روماتويد ارثرايتس وحكينا على الباثوجينيسيس او الميكانيزم اوف روماتويد ارثرايتس، خلينا تو ننتقلوا على حاجه مهمه جدا اللي هي الكلينيكال فيتشر او الكلينيكال بيكتشر. شنو هن الاعراض اللي بيجيني بين شخص عنده روماتويد او عنده روماتيزم؟ نبدوها بالوحده بالترتيب، ناخذ الانتي بوديز اللي في الروماتويد ارثرايتس وين يضربن ونشوفوه شنو يديرن. خلينا نبدا باول حاجه واللي هي الميجر اللي هن الجوينتس. الانتي بوديز بعد يجن للجوينتس شنو يديرن من مشاكل؟ هذا الجوينت نتاعي نرسمه مرة أخرى، قلنا الجوينت يتكون من كارتليج ويتكون من فايبروس كابسول ويتكون من سينوبيال ممبرين. سينوبيال فلويد. تمام، بعد جن عندي الانتي بوديز شنو يديرن؟ هيهاجم كيف ما قلنا الكارتلج، يديرن ديستراكشن، ويهاجم الفايبروس كبسول ويدير له ديستراكشن، ويهاجم ايضا السينوبيال ممبرين ويديرن فيه انفلاميشن. طبعا قلنا نحن كل ما يمشي الانتي بوديز ويهاجمن يديرن انفلاميشن. الانفلاميشن في السينوفيال ميمبرين نسمو فيه ساينوفايتس، ساينوفايتس. حلو، به بتقول لي دكتور كيف يعني بي اوكي الانتي بوديز زين هاجم الكارتلج وهاجم الفايبروس كابسول، باهي يعني وضح لي اكثر شنو يدير لو كثرتن وهجمتن شنو بيصير؟ بنقول لك ان الانتي بوديز يهاجم الجوينتس على مرحلتين. المرحلة الأولى نسمو فيها الـ early stage، هذه أول حاجة يستفتح بها الأنتي بودي الأعمال التخريبية متاعها، أول حاجة يستخدمها. وعندنا الـ late stage، فالأنتي بودي بعد يجي يهاجم الجوينتس يهاجم فيها على مرحلتين.
المرحلة الأولى هتكون في أعمال تخريبية معينة، والمرحلة الثانية في أعمال تخريبية أخرى. كيف هنوضح أخرى؟ الانتي بوديز بعد يجن للجوينت يبدأ يهاجمن الكارتلج كيف ما قلنا، ويهاجمن الفايبر سيج، ويهاجمن السينوفيال ميمبرين. هذه أول حاجة يديرها ليه. فالإنفلاميشن في السينوفيال ميمبرين شو نسميناه؟ سميناه سينوفايتس. تو أنت في العادة هيك بعد تسمع حاجة صار لها إنفلاميشن، سمعت إن في حاجة التهبت، بتقول لي أكيدة تبي تنتفخ، صح ولا لا؟ بيصير فيها انتفاخ. السينوفيال ميمبرين هنا بعد صار فيه انفلاميشن وسميناه سينوفايتس، حيصير فيه تضخم، حيصير فيه انتفاخ. فاول حاجه في الايرلي ستيج في الارثرايتس اللي هي ثيكنينج او هايبرتروفي او ثيكنينج ان سينوفيل ميمبرين. الثيكنينج او الهايبرتروفي اوف سينوفيل ميمبرين، جو العلماء قال لك لا، بدل ما نجو نديرو اسم طويل اللي هو الثيكنينج وهايبرتروفي، لا خلونا نسموه اسم بسيط، فاطلقوا عليه اسم بانس. وعلى فكره هذه مش موجوده عندكم في الشيت، بانس. تسمع كلمة panos تقول لي هذا معناه thickening أو hypertrophy في synovial membrane. تمام، هذه المعلومة هذه ما هيش قاعدة عندك كان في الشيت، لكن جابوها في امتحان الامتحانات، فركزوا عليها. نديروا revision سريع اللي كان في شخص راحت منه حاجة. قلنا the clinical feature of rheumatoid arthritis، نبدأ أول حاجة وبدينا بها اللي هي الجوينتس. الانتي بوديز بعد يجني يهاجمن الجوينتس بيضربن كل ارتيكولار كونتنت نتاع الجوينتس، بيضربن الكارتلج، بيضربن فايبرس كابسول، بيضربن البون، بيضربن الليجمنت، بيضربن السينوفيال ميمبرين، بيخربن الدنيا كلها. تمام، قلت لك ان الانتي بوديز بعد بيجني يهاجمن الجوينتس يهاجمن فيها لمرحلتين. اول ما يجني الانتي بوديز يفتتحن الاعمال التخريبيه نتاعهن يضربن السينوفيال ميمبرين ويدير فيه انفلاميشن. Inflammation of synovial membrane سميناه synovitis. من ضمن أعراض الانفلاميشن بشكل عام اللي هي swelling، فنتيجة synovitis صار لي thickening أو hypertrophy في synovial membrane، أطلقنا عليه اسم البانس. هذه في الإيرلي ستيج في البداية وقت، وحتى الشخص مرات ما يفطلهاش، وعادة ما تجيكش هي في البداية، لأن الشخص ما يفطنش للجوينت متاعه وما يجيكش في المستشفى إلا بعد يخش فيه بين، يبدأ يجيك يقول لك في ألام عندي في المفاصل متاعتي. فلكن لو شخص مرات أكسيدنتلي، يعني أنت مرات بالحظ جيت شخص بتصور عليه كسر وبتجيب تشوف الحالة تلقى في عنده البانس بين عليك، فهذا يعتبر تشخيص بدائي أو أولي بالنسبة للروماتويد أرثرايتس. تمام، باهي. في الليت ستيشن بيصير لي بعد يتطور الموضوع، يبدأ الأنتيبوديز مازال يهاجمن ويجان أنتيبوديز جد يهاجمن ويجان أنتيبوديز جد ويهاجمن وهكذا. ففي الليت ستيج حيبدأ يصير لي عندي ماركت هايبرتروفي إن سينوفيال ميمبرين، يعني يبدأ الهايبرتروفي تزيد بزيادة. فالبانس تبدأ في الإيرلي ستيج لكن تستمر حتى في الليت ستيج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية شين قال لك؟ قال لك نتيجة الكونتينوس infiltration of antibodies lymphocytes وال plasma cell، نتيجة continuous infiltration of lymphocytes والantibody والplasma cell عند joint space، شن بتدير لي؟ بتكون لي كيف النوديولز نسمو فيها روماتويد نوديول.
روماتويد نديول ديما تلقاها في الاكستنسور سيرفس. مثلا انا عندي روماتويد، فنجي على الاكستنسور سيرفس اوف الفرع، ويجي شخص تقول له اضغط شويه يدك هكي، انا ما عنديش كيف نمثلها لكم، اضغط هكي تبان عليك كيف المس ونديول. هذا يسموه فيها الروماتويد نديول. ليش تكونت الروماتويد نديول؟ تكونت نتيجه ان في continuous infiltration of antibody and lymphocytes plasma cell at the site of joint، فتكونت عندي كيف نديول او ماس. هي عباره عن راوند نديول وتحتوي على central necrosis. central necrosis باي، هذه النقطه الاولى عرفناها. باي روماتويد نديول وين ديما موجوده؟ تقولي ديما موجوده في الاكستنسور سيرفس، تمام. تزيد with pressure، يعني انت بعد جي شخص يقول له اضغط يدك هكي مثلا، تبان عليك في الاكستنسور سيرفس كيف المس. هذه نسموه فيها روماتويد نديول. به نجي انا نقول لك يا دكتور، لو شخص عنده روماتويد ارثرايتس وجاك في المستشفى وانت كشفت عليه ولقيت عنده روماتويد نديول، هل انت في تفكيرك هل الشخص هذا روماتويد او المشاكل بديت عنده جديد او لهن مده؟ تقولي لا، هذا شكله له فتره يعني من القصه هذه. نقول لك ليش؟ لانك بتقولي ان الروماتويد نديول ما تبانش الا في ليت ستيج. فقلنا الانتي بوديز او الروماتويد ارثرايتس في الايرلي ستيج حدي لي ساينوفايتس وحيب تبان عندي حاجه اسمها البانس، تمام. هذه اول حاجه تصير، مازال حتى ما ضربش لا كارتريج لا شيء، ما دريش حتى ديستراكشن في البون ولا اي حاجه. في الليت ستيج يبدا يسنو البانس تبدا تزيد اكثر واكثر، يعني يصير فيها بروجريشن. لكن الاهم من هيك ان في الليت ستيج تبدا فيه انفلتريشن اوف الانتي بوديز واللينفوسايتس ات السايت اوف جوينت، فتكون لي نتيجه الانفلتريشن هذينا حتكون لي حاجه اسمها روماتويد نديول كيف الماس، تطلع ديما في الاكسترنال او الاكستنسر سيرفيس، تمام. وايضا في الليت ستيج خلاص بعد انت شوف جوك، يعني انت الشخص عندك continuous infiltration of antibodies باستمرار باستمرار باستمرار، معناها ان الانتيبوديز اللي جايت هنا بيبدا الهجوم تاعنا بيزيد، تبدا تضرب في الكارتريج تبدا تخش على البون. فهنا في اللحظه دي يبدا شنو يزيد لي عمليه destruction of joint، تمام، وتؤدي لي الى destruction في الجوينت بشكل عام، تمام. بتقول لي باهي، تقول لي دكتور معلش سؤال، تقول لي توا الروماتويد ارثرايتس قلت لي انت اكثر حاجه تضرب فيها الجوينت، بينا البادي نتاعي عندي جوينتس وجدات، عندي جوينتس كبار وعندي جوينتس صغار، هل الروماتويد ارثرايتس تضرب الجوينتس اللي في البادي كلها ولا شنو القصه بالضبط؟ نقول لك انا ان الروماتويد ارثرايتس ممكن تضرب اي جوينت عندي في البادي، تمام، لكن mainly و very common affect small joints، وهذه نقطة بسكيو. فالروماتويد أثرايتس ديما تضرب small joints كيف مثلا الانترفالنجيال joint، ميتاكاربوفالنجيال joint، small joints في الفوت، تمام، السمول جوينتس في البادي بشكل عام. لكن مع هذا كله ممكن تضرب حتى اللارج جوينت، لكن فيري رير، الاغلبيه تضرب سمول جوينتس، وعندها على فكره تشينجز وعندها ديفورميتي يدير فيه، تنزل لكم صورا لكن ما تقروش انت من الاسامي. يعني مثلا من ضمن الديفورميتي اللي يدير فيها حدير لي شنو، حدير لي فليكشن في الديستال انترفالنجال جوينت واكستنشن في البروكسيمال. فتخيل انت هذا فليكشن وهذا شنو صاير له، اكستنشن، هذه يسموها فيها سوان نيك ديفورميتي. ممكن تدي لي ألنر ديفيشن للهاند، تدي لي أيضا إكستنشن في الديستال والبروكسيمال انترفالنجال جوينت أوف الثمب، فتخليك الشكل الثمب على شكل زد، حرف زد، فيسموا فيها زد ديفورميتي. لكن هذين ما هنش عليكم توا كباثولوجي، ما هنش عليكم أنت
لازم تو تعرف الميكانيزم والباثوجينيسيس فقط. بعدين ان شاء الله في الباطنه في الميديسن في سنه خامسه باذن الله حتاخذون كل الديفورميتيز هذه. فانا حنزل لكم الشكل بتاع الهاند تمام، لكن السوان نيك والزد ديفورميتي والبوتونيري هذين كل ما مش عليكم توفي كباثولوجي تمام. هذا هو الديفكت او الافكت اللي ممكن يدير لي الروماتويد ارثرايتس في الجوينتس. فبهيك انا درت ديستراكشن وكسرت الجوينت. هذا ليش انت الجوينت تلقى فيه ديفورميتي؟ يعني مثلا انا عندي جوينت هنا، انت بدي تدير لي تاكل في الجوينت، تاكل في تندونز، فيبدا شنو يصير لي؟ يبدا انت بعد تدير لي تاكل في التندون في السمول ماسلز يبدا يتغير شكل الجوينت. بعد انت تدير لي ساينوفايتس وتغذيه على الساينوفيال ممبرين، معناها ما عندي ساينوفيال فلويد، ما عندي لابريكيشن، فتلقى الجوينت شكل متاع غريب هيك مثلا وثابت ما يتحركش، تلقاه يابس خلاص، يسموه فيها ديسابيليتي، ما عادش يتحرك وهكذا تمام. هذا تاثير الروماتويد ارثرايتس على الجوينتس. بتقول لي يا دكتور انت قلت لي روماتويد ارثرايتس ماهوش مختص فقط بالجوينتس، ممكن يضرب اي اورجان اخر. نقول لك صح، خلينا ناخذ معك نفس القاعده، وقلناها القاعده في المحاضرات السابقه، قلنا لو انتي بودي ضربن اي اورجان شنتنتي، لو انا عندي انتي بودي وجاني ضربن اي اورجان حتنتهي بشنو؟ حتنتهي ب انفلاميشن. اتفقنا عليه القصه هذه؟ اتفقنا عليه. فانا تو كل ما بنسمي لك اورجان تو بنسمي لك نبيك انت تجاوب، مش حنا نجاوب بالفهم. لو انا نجي نقول لك الانتي بوديز بتاع روماتويد ارثرايتس ضربت البلود فيسل، شو انت بتدير لي؟ بتقولي دغري بدير لي فاسكولايتس. والفاسكولايتس بينا نقول لك الفاسكولايتس شو بيدير؟ بتقولي والله ما دام انفلاميشن في البلود فيسل انا بدير لي سويلينج وثيكنينج، ممكن دير لي ناروينج، ممكن دير لي اوبستراكشن، صح ولا لا؟ بنجي نقول لك انا مرات ان الروماتويد ارثرايتس او الانتي بوديز يمشي يضربن اللنج، صح ولا لا؟ يضربن البلورال ممبرين. بتقولي دغري بدير لي انفلاميشن، والانفلاميشن في البلورا عاده ندير لي بلورسي. تمام، انفلاميشن في البلورا ممبرين ممكن دير بلورال انفيوجن، صح ولا لا؟ لان الانفلاميشن في البلورا حينشئ عندها فلويد ممكن دير بلورال انفيوجن. لو انا نجي نقول لك ممكن ان الانتي بوديز يهاجمن الهارت ويهاجمن البريكارديوم على سبيل المثال، او اي حاجه في الهارت، ممكن حتى المايوكارديوم حتى الاندوكارديوم. فلو ضربت الهارت حدير لي انفلاميشن مثلا في البريكارديوم، بتقولي حدير لي بريكارديتس. تمام. باهي لو جيت قلت لك انا، لو انا قلت لك ضربت، سموا لي انت انترا اورجان، ضربت الكدني على سبيل المثال، بتقولي دغري بدي لي انفلاميشن في الكدني، والانفلاميشن في الكدني يسموه فيه جلوميرولونفرايتس، صح ولا لا؟ مرات الجلوميرولونفرايتس الشخص يجيك بالبروتينوريا، بيفقد في البروتين في اليورين، هيماتيوريا. تمام، فيؤدي لي الى سيندروم اسمه النيفروتيك سيندروم. به مثلا روماتويد ارثرايتس والانتي بوديز ممكن يهاجمن الاي، وحيرا انفلاميشن في الاي. به الاي فيها كورنيا وفيها اللي هي جفن كيف ما نقوله نحن، هي الكونجكتايفا. فعاده شنو ندير لي؟ ندير لي انفلاميشن في الكورنيا وانفلاميشن في الكونجكتايفا هو الجفن كيف ما نقوله. فدير لي انفلاميشن في هذين الاثنين، نسمو فيه الكيراتو كونجنكتيفايتس. تمام، نتيجة الانفلاميشن اللي صار لي في الكورنيا وفي الكونجنكتيفا وسميناه كيراتو كونجنكتيفايتس، ممكن الشخص يخش في جفاف في العين نتيجة الانفلاميشن. فيجيك يقول لك نحس في كيف الرملة في عيوني، في حاجة كيف الرملة حاجة تحك فيها في عيني من جوا. تمام،
فأطلقوا عليه اسم سيكا. سيكا معناها كأن شخص، كأن شخص يعني يقول لك عيني فيها كيف الرملة فيها، كيف العجاج من جوا مش متريح، نتيجة إن فيه دراينس أو فيه جفاف، فيسموا فيها كيراتو كونجنكتيفايتس سيكا. كيراتو كونجنكتيفايتس سيكا وهكذا. اي انت الانتي بوديز، اي اورجان يضرب عليا حيدير لي فيه انفلاميشن. ممكن على فكره يضرب الار بي سي، ممكن يضرب الدبليو بي سي، ممكن يضرب ايضا البليتلت. تمام. بينا نجي نقول لك لو مثلا الانتي بودي تاع روماتويد ارثرايتس ضرب الار بي سي، بتقول لي اكيد بيكسر الار بي سي، ممكن يخششني في انيميا. لو ضرب الدبليو بي سي يخششني في ليوكوبينيا، يعني نقص في ليوكوسايتس، فديما الشخص بعد يخش في نقص في ال WBC من الخلايا المناعية ما عاش فيه، فتلقاه ديما يخش في recurrent infection. لو خش أو سوري لو ضربنا البليتليت هيخش في thrombocytopenia. ونقص في البليتليت ممكن تؤدي إلى bleeding. وهكذا كل أورغان، كل أورغان يخطر على بالك ممكن يضرب الأنتيبادي ويدير لي فيه inflammation. تمام. في حاجة تقدر تسمع فيها إن شاء الله ديما أنت حتى بعدين بعد تخش في الكلينيك، حاجة اسمها الكورس، الكورس of disease. شو معنى كلمة كورس؟ الديزيز هذا بيه هل هو تصاعدي أو تنازلي أو يجي ويعدي؟ مثلا الأتاك، الاتاك نتاع الروماتويد ارثرايتس، يجيك شخص يقول لك والله دكتور عندي ركبتي توجع فيا، الام، انتفاخ، مش عارف شنو، بعد اسبوع الاخر الرجل ما فيش ولا حاجه، اسبوع اسبوعين يرد عليك اخر نفس الاعراض. هذه باللغه العاميه نتاعتنا يقول لك والله الشخص الاعراض يجن ويعدن، يجن ويعدن، يجن ويعدن. كلمه ان الاعراض يجن ويعدن نسموا فيها ريلابس اند ريميشن. ريلابس and remission. فجماعة روماتويد أرثرايتس ديما يجيك بريلابس and remission، يجيك يقول لك والله دكتور الشهر اللي فات لا قوة إلا بالله، ما فيهاش ولا حاجة، الشهر هذا اللي جاني جاني، رد علي أعراض أخرى ورد علي لكن مرات أنت تعطيه treatment مؤقتك ويخف من الأعراض، يخش بعدها في شهر شهرين أموره طيبة، بعدين يرد علي الأعراض أخرى. فالقصة اللي نسموا فيها relapse and remission هو مرض تعرض للإنفكشن، تعرض للإنفكشن يعني تعرض لأي environmental stress يخلن الانتيبوديز يزيدا فيزيد الاتاك متاعها، مجرد ما يخف الإنفكشن ويخف environmental causes يصير له شوية relapse، بعدين يبدأ يخش في remission وهكذا. تمام. لكن قال لك هم جماعة الروماتويد arthritis ديما تلقاه relapse remission، شهر كويس شهر لا، مدة كويس مدة لا، سنة كويس سنة لا. لكن عطوه تقديريا، هم تقديريا على حسب احصائيات ان قالوا ان جماعة روماتويد أرثرايتس تقريبا يستمروا عادة من 15 ل 20 سنة من بداية الديزيز. بعد 20 سنة عادة الشخص يخش في disability. disability يعني انت تخيل بشوية بشوية يبدأ جوينت متاحن، جوينت متاعتك يبدأ يتكسر وتفقد الوظيفة متاعتك، بدأ في small joint في الهند، بعدين مثلا جن في الفوت، بعدين مثلا ribs intercostal الفرتبرا، بعدين يبدأ يتطور الوضع وممكن يضرب حتى large joint كيف ما قلنا لو استمر الشخص مش محافظ على العلاج متاعه. فتقديريا قالوا ما بين 15 ل 20 سنة من بداية المرض الشخص يخش في disability، يخش في مش شلل لكن تقيد عام، يعني ما عادش يقدر يحرك المفاصل نتاعه، حتى بعد بيبرم تلاقيه بيبرم بدل ما يلف راسه يلف جسمه كله، ما يقدرش يمسك يحرك المفاصل الحركة اللي ندرو فيها نحن العادية، هذه يسمى فيها disability اللي هي عدم القدرة. تمام. هذا هو الكورس تاع روماتويد أرثرايتس. حاجة أخيرة نختم بها روماتويد أرثرايتس، حاجة اسمها الروماتويد فاكتور، وهذه very important. الروماتويد فاكتور شنو قصة الروماتويد فاكتور؟
قال لك أنا شوفوا ركزوا معي، لقوا في ظاهرة غريبة، ظاهرة غريبة تصير في جماعة الروماتويد. لقوا أن الأنتي بادي، مش هذا أنتي بادي، لأن الروماتويد أرثرايتس نحن قلنا هو أوتو أميون ديزيز، والأنتي بادي عادة اللي ديما يطلع لأن الأي جي جي، تمام؟ بعد يطلع الأنتي بادز، يطلع الأنتي بادز ويهاجمن أنتيجين، اللي هو من الأنتيجين هذا اللي هو السيلز، لأن مثلا الارتيكولار سيلز اللي هن اصلا هن المفروض ما يعتبرانش نون سيلف انتيجين، لكن نتيجه التغير اللي صار في الام اتش سي اطلع الاي جي جي هذه وظن ان الانتيجين هذا نون سيلف فهجمنا، تمام؟ ودار المشاكل اللي نحن حكينا عليها. السبب غير معلوم، السبب غير معلوم شن صار. طبعا نحن عارفين ان اللي فوق يسموه فيه الفاب سيجمنت، واللوطه هذا يسموه فيه الاف سي، صح ولا لا؟ السبب غير معلوم اطلع عن انتي بوديز لان الاي جي ام، اي جي ام وحقا الاي جي جي مرتبط بالاي جي بالانتيجين هذا، فاعتبرا ان الاف سي سيجمنت نتاع الاي جي جي كانه انتيجين. فشوفوا جد الاي جي ام هذه ومسكت وين؟ مسكت في الاف سي سيجمنت نتاع الاي جي جي، تمام؟ وكأنه تكون عندي كومبلكس أنتيجين، طبعا مش هذا نسمو فيه هكي، نسمو فيه أنتيجين أنتيبادي كومبلكس، هكي كأنك بتقولي أنت أنتيجين أنتيبادي أنتيبادي كومبلكس. ومرات في بعض الأحيان إنه ما فيش أنتيجين، إن الاي جي ام، الاي جي ام تهاجم في الاف سي سيجمنت تاع الاي جي جي تحسب فيه كأنه أنتيجين، تهاجم فيه وتكون كومبلكس، فيجي الكومبلكس كأنه أنتيبادي أنتيبادي كومبلكس. الكومبلكس هذا اللي قدامنا هذا اطلقوا عليه اسم، اسمه الروماتويد فاكتور، وهذه فيري امبورتنت. هذا سؤال ام سي كيو يقول لك شنو هو الروماتويد فاكتور؟ تقول له هو عباره عن اي جي ام اعتبرت الاف سي بورشن بتاع الاي جي جي كانتيجين فجت مسكت فيه. باي قال لك هذا، هذا تقريبيا اي شخص هذا مهم في التحاليل يقول لك ترى دي لي تحليل روماتيزم، تمشي لأي مختبر تحليل يقول له دير لي الروماتويد فاكتور يدير لك التحليل. لقوا ان من 85 تقريبا، من 85 ل 90% من جماعه الروماتويد ارثرايتس نلقوه بوزيتيف فيه الفاكتور، من 85 ل 90% من جماعه الروماتويد ارثرايتس نلقوا الفاكتور هذا عندهم بوزيتيف. فالفاكتور هذا بعد يجيك شخص بأعراض روماتيزم وانت طلبت الفاكتور ولقيته بوزيتيف، انت هنا هكي يبدا يساعد فيك في الدياجنوستس نتاعك، يساعد فيك في الدياجنوستس، لكن ماهوش يعني هذا قطعا انك تشخص به. ليش؟ لان احنا قلنا 15 من 85 ل 90% بس، بين ال 15 الباقيين وال 10 الباقيين هذا مش يصير فيهم. مرات ال 10 الباقيين هذوما ان في اشخاص يعانوا من روماتويد ارثرايتس لكن الفاكتور هذا عندهم نيجاتيف ما فيش، وبالتالي نعتبره ان الروماتويد فاكتور دياجنوستيك. كلمه دياجنوستيك من يساعد في التشخيص، but not confirmatory، ماهوش جازم، ماهوش قطعي، و not specific. بتقول لي اوكي احنا قلنا ان الروماتويد فاكتور من 85 ل 90% بوزيتيف، لكن في بعض الاشخاص مش بوزيتيف في حقيقه، بالتالي انا ما نعتمدش عليه في التشخيص، وهذه فهمناها. فبالتالي انت بتقول لي ان الروماتويد فاكتور اوكي دياجنوستيك يساعدك في التشخيص لكن نوت كونفيرماتوري، ما تعبش عليه واجد، يعني مش مثلا لقيته بوزيتيف تعتمد عليه، او لقيته نيجاتيف بتقولي لا وانا هذا ما عنديش روماتيزم. لا، ليش؟ لان كيف ما قلنا 85 90% يعتبر فقط بوزيتيف. باهي نون سبيسيفيك، كيف يا دكتور نون سبيسيفيك؟ معناها ماهوش خاص بالروماتويد. بنقول لك مظبوط، اكتشفوا ان الروماتويد فاكتور ماهوش سبيسيفيك او مختص فقط روماتيزم او جماعه روماتويد فاكتور. لقوا ان بعض الاشخاص عندهم اس ال اي لقوا روماتويد فاكتور بوزيتيف، تمام؟ الجوغرين ديزيز حتى هم جماعة الجوغرين ديزيز لقوا عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف.
بعض الليفر ديزيز، جماعة الليفر ديزيز اللي هو الروماتويد تاعها روماتويد فاكتور بوزيتيف، بعض الانفكشنز، بعض الانفكشنز كيف مثلا التي بي، جماعة الملاريا، جماعة السيفلس، هذوما اللي يقول عندهم الروماتويد فاكتور بوزيتيف. بالتالي الروماتويد فاكتور اعتبروه نوت كونفرماتوري ونوت سبيسيفيك، مش جاء شخص درت له تحليل الروماتويد فاكتور لقيته بوزيتيف معناه انت عندك روماتيزم، لا، مرات عنده اذر اوتو امين ديزيز، مرات عنده اس ال اي، مرات عنده تشوكن، مرات عنده مشاكل في الليفر، مرات عنده تي بي، ملاريا، اي انفكشوس ديزيز. بالتالي نعرف ان الروماتويد فاكتور دايجنوستيك اوكي، اي نعم يساعدني في التشخيص، نوت كونفرماتوري ما نعباش عليه وما نثبتش بيه التشخيص نتاعي، ونوت سبيسيفيك. ممكن انت بعد يجيك شخص اعراض روماتويد تاخذ منه هيستوري كامل وتشوف انت الاعراض اللي عنده وتطلب روماتويد فاكتور كتكميل، بس مش انت شنو تجزم به المعلومات اللي عندك والتشخيص اللي عندك، لكن كديره هو بروحه لا. ليش نعاوده؟ لانه هو يوجد فقط في 95 90%، 85 90% من البيشنت، معناها ان في 15 او 10% ما يكونش عندهم ويكون عندهم روماتويد لكن هم نيجاتيف روماتويد فاكتور. وفي اذر ديزيز كيف الاس ال اي، كيف الجوكرين، كيف الليفر ديزيز، انفكشوس ديزيز، هذين حيكون عندهم بوزيتيف. يسموا فيه اللقطه دي يسموا فيها فولس بوزيتيف. بعد تسمع كلمه فولس بوزيتيف، فولس بوزيتيف معناها ان الشخص هذا اوكي طلع عنده الفاكتور هذا او الحاجه المعينه هذه بوزيتيف لكن هي ملهاش علاقه بالديزيز نتاعي. فانا في شخص عنده مثلا اس ال اي، جوكرين، اي ليفر ديزيز، ولقينا عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف وهو ما عندهش روماتويد ارثرايتس، فسموا فيها الفولس بوزيتيف. تمام. اخر حاجه تذكير، شنو هو روماتويد فاكتور؟ بتقول لي هو عباره عن امينوجلوبولينز، كيف الاي جي ام اعتبرت الاف سي بورشن اوف الاي جي جي انتيجين ومسكت فيه وكونت لي انتي بودي انتي بودي كومبلكس، وفي لي مرات تكون انتيجين انتي بودي انتي بودي كومبلكس وكونت لي حاجه اسمها روماتويد فاكتور. تمام. هذا هو باختصار الروماتويد ارثرايتس، غطيناه كله بشكل عام، ان شاء الله تكونوا فهمتوه كويس. باذن الله المحاضره الجايه حنبدو في الاميونو ديفيشنسي ديزيز، خلاص نكمل الاميونو ديفيشنسي، حناخذ طبعا في بدايه الاميونو ديفيشنسي حناخذ الجوكرين ديزيز على السريع، ماهوش موضوع كبير، حناخذ الاميونو ديفيشنسي وخلاص. بعدين نقدر عندنا موضوعين صغيرات بكل اللي هي الاورجان ريجكشن والاميلودوزس، نقدرون بسرعه في محاضره واحده ونكون كملنا كورس الاميونيتي باذن الله تعالى. تمام. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا، واي تقصير فهو مني واي توفيق فهو من عند الله، واجتهدوا وتذكروا جيدا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بارك الله فيكم وان شاء الله بالتوفيق والنجاح.